بالتأكيد 30 يونيو يوم حاسم ومهم جدا في تاريخ الشعب المصري، وبيبين قد ايه الشعب المصري عنده قوة إرادة وبيحب بلده وعنده يعني انتماء شديد لأرضه لمصر، وانه مش سهل حد يغير هويتنا في أخلاقياتنا وفي أسلوب حياتنا. احنا نقدر نحمي بلدنا ونقدر يكون لينا رأي، ونقدر لما نعترض نقول لا وبصوت عالي والأكبر حد. فالشعب المصري أصبح رمز لكل الشعوب في أسلوب تغيير حياته وفي خوفه على بلده وفي قوة إرادته. فإحنا قدرنا نعمل هذا التغيير ونتخلص من حكم الإخوان اللي كان لا يليق أبدا أبدا ببلد كبيرة ومهمة زي مصر. مش ممكن نسمح لجماعة بتتاجر بالدين إنها تسيطر على مصر. ليس تدين حقيقي، والدين شيء والسياسة شيء آخر. الدين شيء روحاني خاص جدا، علاقة الإنسان بربه، أما السياسة فهي شيء مختلف، ولا يمكن الدمج بين الاتنين. فالحمد لله إن ربنا نصرنا والشعب كله نزل بدون اتفاق، يعني مش كل الناس متفقة إنها تنزل، لكن حصل حماس شديد إن لازم هنغير هذا الحكم وهنخاف على بلدنا وهنستردها، وفعلا قدرنا نستردها الحمد لله. هو يوم مهم جدا.